السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية المفتوحة والمتعلقة بالحرائق ونتائجها الكارثية في الداخل الجزائري بعدما أصابت 7 ولايات ولم يجري حتى الآن التحكم في لهيبها في الغابات الجزائرية والتي مست عديدا من المدنيين. إذن 15 قتيلا حصيلة أولية لحرائق الغابات في الجزائر، الخبر المحزن المتكرر كل صيف. كذلك تعود الجزائريون سماع فقد أحبابهم وهم يحصدون موتهم قرب الغابات وفيها. تقول مصالح الحماية المدنية إنها تخمد النيران عبر 7 ولايات في الشمال الجزائري، تعينها على ذلك قوات الجيش، لكن بعتاد لا يبدو فيه تجديد عن عتاد عاجزة قبل سنة وقبلها أيضا من جعل الحصيلة أخف وجعل الموت أقل. ووطئا على القلوب عبر تيبازا والبويرة وبجاية ومستغانم وسطيف وسكيك دواجيجل، تقول بيانات الحصيلة المدنية إنه يجري استخدام طائرات إخماد الحرائق. وقد تمت دعوة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية لتجنب حرائق الغابات والاتصال بأرقام النجدة في حال نشوبها، مع إعلان السلطات تفعيل حالة التأهب القصوى تحسبا لمواجهة نشوب حرائق في الغابات تزامنا مع موجة الحر المستمرة منذ أسابيع. نسأل في هذه التغطية عن الأسباب الرئيسية لهذه الحرائق، ما هي الإجراءات التي تتخذها السلطات بما يبنى على تجارب الماضي القديمة والأليمة على الجزائريين، أي إجراءات للتوقي وقد جرى التحذير من موجة حر منذ أسابيع، وأين هي الطائرات التي أعلنت السلطات عن استيرادها من تركيا قبل فترة. كل هذه الأسئلة ومعها تساؤلات أخرى ونقلا للواقع المعاش في الجزائر بكل حزن، نسعد باستقبال ضيوفنا من الجزائر عبر سكايب وخدمة السكايب السيد أحمد منصري نقابي والناشط الحقوقي من ولاية تيارت، من الجلفة الناشط الحقوقي حفناوي غول، وأيضا من الجلفة جاني بن دراح الناشط النقابي. أهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك سيد منصري، إذن كأنما الجزائر تعيد تجاربها السيئة، تجاربها السلبية والحزينة على حساب أرواح الجزائريين، ما هو تعليقك على هذه الحرائق التي تحاول السلطات إخمادها من دون جدوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أختي الفاضلة، مساء الخير لمشاهدين قناة المغاربية وضيوفك الأستاذ حفناوي والمناضل الأخ تيجاني بن دراج. بداية ردا على سؤالك، يعني في كل سنة نشاهد ونلاحظ أنه الحرائق التي تجتاح الجزائر يعني تكون فيها وفيات وتكون فيها خسائر للثروات الغابية والثروات الحيوانية. في كل سنة نشاهد نفس السيناريو يتكرر بدون وضع استراتيجية يعني وضع حد لهذه الخسائر البشرية والثروات الحيوانية والغابية. يعني كل سنة يتكرر نفس المشهد، وفي المستقبل يعني راح نلاحظ نفس المشهد ولن يتغير شيء، لأنه السلطة لم تضع يعني استراتيجية أو خطة للكف والحد من هذه الكوارث الطبيعية، لأنه لابد لتكون يعني هناك يعني على الأقل في بداية الصيف أنه تجند السلطة كافة المناطق التي تجتاحها هذه النيران وتسخر إمكانيات حتى تكف أو تحد من هذه الكوارث الطبيعية. لحد الساعة لم نشهد. تمت الوعود في عدة مرات أنه السلطة ستقتني طائرات لإخماد النيران من بعض الدول، إلا أنه لم تكن هناك لا اقتناء لا طائرات ولا بالعكس، تم في السنة الماضية أنه يعني استلفت يعني نقول جابوا طائرة من روسيا
واحده ولم تكفي بال ولم تكفي بال يعني بالشيء المطلوب منها، لهذا بقيت نفس 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 الكوارث ونفس الحصيله حسب بيان وزاره الداخليه، 15 وفاة، 26 جريح، إجلاء 1500 شخص، الحرائق في عدة ولايات كما ذكرت في تقريرك، يعني خسائر بشرية وحيوانية وغابية، وفي كل سنة يتكرر ذلك. ملاحظة فني، هناك استشهاد 10 جنود في منطقة بجاية، في بني منطقة بني كسيلة. هناك تم تداول صورة رجل إطفاء في الحماية المدنية أنه توفي في الحريق، يعني حصيلة كبيرة. ونتأسف لهذا، يعني في كل سنة نفس الحصيله. بالفعل ليسنا الا التاسف. ساعود اليك سيد منصر، ينضم الينا الان سيد حفناوي غول. اهلا وسهلا بك سيد غول. اذا ضمن هذا المشهد الماساوي، المنقذ والمنقذ كلاهما تلتهمهما السنه اللهب بعد ان احصت وزاره الدفاع مقتل 10 جنود خلال عمليات الانقاذ، في حين ياتي بيان الرئاسه يعتصر بقلب يعتصر ألما يتحدث عن هذه النتيجة. هل هذا كافي أم أن هناك المزيد مما يجب أن تقوم به السلطات الآن إزاء هذا المشهد المحزن؟ مساء الخير زميلتي المحترمة، تحية لك ولضيفك والمشاهدين الكرام. ربما أننا في ظروف استثنائية كبيرة للتعامل مع الكوارث الطبيعية، خاصة مع ارتفاع ألسنة واتساع رقعة الحرائق في كثير من المناطق بالجزائر، ولكن هذا دائما يعيدنا إلى الوراء، إلى وعود السلطات التي تؤكد في كل مرة وفي كل موسم على توفير كذا وكذا، وعندما تأتي الكارثة نجد أن تلك المخاطر تهدد دائما المواطن وتهدد الثروات، والحرائق التي ربما اليوم نراها كارثية وتتسع لمناطق عديدة، واستشهاد عسكريين ورجال حماية المدنية نترحم عليهم بالمناسبة، كلها عوامل تؤكد فشل السلطات في التعامل مع المخاطر الكبرى، خاصة الحرائق، وهي دائما تنادي بتوفير الطائرات وتوفير الظروف الملائمة. واليوم ها هي أمام امتحان كبير، امتحان يؤكد فشلها في إخماد الحرائق وكذلك في توفير الطائرات التي كانت دائما تتغنى بها، وفي رجال الحماية المدنية ورجال الجيش الوطني الشعبي وحتى المواطنين الذين يواجهون النار بصدور عارية. وهذا تأكيد على أن المخاطر الكبرى لم تكن في يوم من الأيام محل اعتناء ومحل دراسة ودراية من طرف السلطات التي ها هي نراها عاجزة في إطفاء لهيب النار. ولكن الشيء المؤكد من كل هذا هو هذا التضامن الكبير من طرف المواطنين الذين هم نجدهم في المقدمة مع عناصر من الجيش الوطني الشعبي. وربما أننا أصبحنا دائما نواجه المشاكل بسياسة الأمر الواقع، وكأن الحرائق التي كانت في السنوات الماضية وكأنها لم تكن شيئا، رغم ما فيها من معاناة وما فيها من مآسي وما سببته من خسائر مادية وبشرية. وها هي اليوم السلطة أمام مأزق كبير، كيف لها أن تبرر هذه الحرائق والتعامل معها؟ وإن شاء الله نسأل الله أن يلطف بنا وأن يطفئ هذه الحرائق إن شاء الله. السيد تيجاني بن دراح، ربما اللافت في هذا العام أن إلى أن يحضر معنا السيد تيجاني بن دراح، أعود إليك سيد منصري، إلى أنه اللافت في هذه السنة أنه كان هناك تحذير من موجة حر ستمس كل البلاد، أيضا كانت تمس أقطار كبيرة في العالم. هذا التحذير الذي جاء على لسان الأرصاد الجوية
إضافة إلى تجارب الحرائق التي كانت السنوات الماضية، ألم يكن هذا إنذارا كافيا لتوقي ولأخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة، خصوصا وأنه نحن اليوم أمام ولاية بجاية التي فيها ثلاث بؤر للحرائق المتقدمة والتي باتت تهدد حياة المواطنين؟ نعم أكيد السلطة لها كل الإمكانيات ولها أن تسخر كل الإمكانيات وتجند كل المنطقة المناطق التي تحدث فيها حرائق في كل سنة. يعني نحن معتادون على هذا الحرائق في كل صيف تقع مثل هذه الحرائق. يعني عندنا هناك فكرة مسبقة أنه هناك يعني في كل سنة بدخول فصل الصيف هناك تكون حرائق، لا كان على السلطة أن تجند وأن تسخر كامل الإمكانيات ولها يعني ولا حتى يعني حتى الأرصاد الجوية يعني في العالم وليس في الجزائر يعني حذرت من موجة الحر التي تجتاح العالم وليس في الجزائر يعني وخاصة شمال إفريقيا. على السلطة كانت أن تجند وأن تضع خطة يعني واستراتيجية حتى تتصدى لهذه الكوارث الطبيعية، ليس للنيران فقط، للفيضانات، للزلازل، لكل يعني الكوارث الطبيعية، أن السلطة تضع لها خطة وخطة يعني طويلة الأمد وخطة تكون يعني لها حد من هذه الكوارث الطبيعية. ويعني نشاهد نفس الكوارث وفي كل سنة ونبقى نتحدث أنه على السلطة أن تضع يعني استراتيجية وأن تقتني وسائل التي تمكنها من حد من هذه الكوارث الطبيعية. في كل سنة يعني نداءات استغاثة من هذه المناطق يعني بقى الوضع كما هو، يعني لم يتغير شيء للأسف، يعني للأسف الكبير أنه لم يتغير شيء. يعني في كل سنة تكون حاصلة بشرية وغابية وثروة حيوانية هائلة، يعني لا يعجز اللسان عن حتى وصف ماذا يحدث وماذا يجب أن نفعل. يعني والخشية من أن تعجز حتى الأيادي المتطوعة لإخماد هذه الحرائق من أن تبلغ النتائج الإيجابية في أن تخمد هذه الحرائق. العمل التطوعي شيمة الجزائريين سيد دحفنوي غول، هذه الحرائق التي استدعت إليها قوات الجيش كما كانت تستدعى لها في كل مرة، هل هذه القوة والتي هي تحوز على ميزانية تاريخية ضخمة، هل بات خارج مستطاعها أن تحد من هذه الحرائق حتى ولو كانت هذه الحرائق في بقية بلدان العالم تتسبب بأضرار بيئية، تتسبب بخسائر بشرية، لكنها دائما تكون محدودة ويجري التطور من سنة إلى أخرى بأن يكون التحكم فيها؟ لما الجزائر تبدو عاجزة عن التحكم فيها وجيشها يعد من أقوى الجيوش في المنطقة وتعد آلياته آليات حديثة ومبتكرة، لما أمام الحرائق نجد هذا العجز؟ أنه لو تم تكليف قوات الجيش الوطني الشعبي بالحرائق لكانت ربما دارت استراتيجية للتعامل مع هذه الكوارث، ونحن رأينا في السابق الكثير من التدخلات في فصل الشتاء في الحوادث، في قضية المخدرات، في الحدود، في كذا، وهذه مهام متعددة للجيش الوطني الشعبي الذي دائما نجده في الصفوف الأولى من أجل إطفاء الحرائق والتعامل مع كثير من الكوارث. لكن هل الأمر يتعلق بتكليف؟ هل الأمر يتعلق بحدود مهمة كل فئة وكل جهة مختصة؟ أم أن الأمر يتعلق بإنقاذ أرواح مواطنين باتوا بحاجة لأن يخرجوا من دائرة الخطر؟ لا، احنا ربما ان قضية التكليف حقيقية لان كل واحد مكلف. احنا عندنا وزارة فلاحة، عندنا مديرية العامة للغابات، وعندنا الكثير من الميزانية من الاعوان الذين
كانوا في 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 الصفوف الأولى. في كل ولاية فيها مديرية حماية مدنية، وفي كل ولاية فيها أرتال للتعامل مع الكوارث الطبيعية. ولكن قضية تكليف، احنا الجيش الوطني الشعبي شفناه دائما في الصفوف الأولى في كل الكوارث، ولكن حاجة المؤكدة أنه أصبحت مديرية العامة المدنية محل سخرية من طرف المواطنين. وشفنا تلك التعليقات في السنة الماضية في قضية توظيف الإناث، وقضية أن الأعوان الحماية المدنية أو أعوان الغابات يتواجدون فقط عبر المكاتب وهمش مهيئين وهمش متدربين للتعامل مع الكوارث. وهذه ضربة قوية، ضربة قاضية للمصالح الحماية المدنية ولمصالح الغابات. ولكن هنا كان كل مرة يتعامل مع القضايا في شق سياسي، الحديث عن كيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية. مديرية الحماية المدنية لم تكن دائما، عفوا مديرية الغابات لم تكن دائما في المقدمة، رغم الميزانية الكبيرة ورغم أن هذه الكوارث تعاد كل سنة. وسنة رانا شفنا السخانة حاجة كبيرة، ورغم إعلان مصالح الأرصاد الجوية على أن هناك حالات يمكن أن تكون فيها حالة حريق، وشفنا الحرائق اللي راه تعامل معها. ولكن دائما قضية تكليف. إذا كان حبوا مثلا يقضوا على هذه الحرائق، لازم تكون هناك استراتيجية في كيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية. احنا ما نديروش استراتيجية وما نديروش منا مثلا على دراسة على سنوات مقبلة، احنا دائما نتعامل مع الشيء عندما يحدث. السنة الماضية كانت كوارث كبيرة وصارت فيها أمور كبيرة السنة الماضية والسنة اللي قبلها، ورانا شفنا القضية تاع جمال بن اسماعيل كيف أثارت قضية الحرائق وقضية القتل، وثاني كيف تضامن المواطنين من كل الولايات وراحوا بشاحناتهم بالعدات تاعهم بالآلات تاعهم وساهموا في إطفاء الحريق. ولولا الشعب وتدخل قوات الجيش الوطني الشعبي لما أخمدت تلك الحرائق. ولكن هنايا نرجع دائما للحقيقة، وهي كيفية التعامل مع هذه الكوارث الطبيعية. احنا السلطة هذه تتعامل بسياسة الأمر الواقع، سياسة ظرفية، وتتغنى رانا جبنا الطائرات، رانا عدنا الميزانية، رانا درنا حسابنا، رانا درنا كذا. وعندما تحدث الكارثة نراها تتخبى مثل نعامة تدرك رأسها وتترك الأمر للجيش الوطني الشعبي والمواطنين ولفرق الحماية المدنية التعامل مع هذه الكوارث. وللأسف الشديد تسقط فيها ضحايا كبيرة من كل الجوانب، وخاصة من أفراد الجيش الوطني الشعبي مساكين اللي راهم متواجدين في كل جهة، وراهم عندهم الحدود هذه تاعنا والمساحة الكبيرة تاع الجزائر، ومهامهم أكثر من مهام إطفاء الحرائق، وهي مهام نبيلة ومهام الدفاع عن الوطن. ونراهم دائما بالمرصاد لكل المشاكل، ولكن الدفاع عن الوطن والدفاع أيضا عن حياة المواطنين في مثل هذه الكوارث. وهم أيضا قد دفعوا من أرواحهم في وفاة 10 من أفراد الجيش الوطني خلال إخماد هذه الحرائق. الغريب سيد منصري أنه السلطات كانت تتحدث عن تدريب لعناصر مختصة من أجل استخدام الطائرات التي جرى الحديث عن استيرادها من تركيا، لم تصل حتى الآن. لكن جرى الحديث، يعني جرى تأهيل من سيستخدمونها من دون أن تأتي هذا العتاد، والذي يبدو أنه تأخر إذا لم يكن مساهما في إنقاذ أرواح الجزائريين. ونحن الآن نحصي 15 قتيلا حتى الآن. كيف يمكننا أن نفسر ذلك، أن يجري صرف ميزانية على تأهيل وتدريب في حين أن لب الموضوع وبيت القصيد لم يحدث بعد في أن تكون هذه الطائرات موجودة الآن من أجل إخماد هذه الحرائق؟ الحقيقة هي مرة، وأكيد أنها تكون مرة. السلطة عاجزة عن تصدي للكوارث الطبيعية، حتى اقتناء وسائل للتصدي لبعض الكوارث يعني بكل أشكالها. يعني في كل سنة نسمع ونقرأ في الإعلام السلطة أنه سيتم اقتناء طائرة
إخماد إخماد النيران، نعم إخماد النيران في كل سنة، يعني من سنة 2012. وأنا كملاحظ أتابع يعني أنه في كل سنة يتم مع اقتراب الصيف يتم يخرج علينا مسؤول أو جرائدهم أو إعلامهم أنه سيتم اقتناء، وحسب المصادر التي لديهم تم اقتناء بعض الطائرات من أجل إخماد النيران في المناطق التي تكون فيها في كل مرة تكون فيها حرائق. ولم نشاهد من سنة 2012 إلى سنة 2023 ولم يقتنوا هذه الطائرات ولا هذه الوسائل. وانا من هذا المنبر يعني حتى لا يعني لا يقولوا عنا اننا ننتقد، ان احنا نضع من هذا المنبر نضع يعني حلا يعني يكون مناسبا لوضع اقل يعني تقليل من هذه الحرائق، انه من يعني السلطه تخلق جمعيات يعني باسم انقاذ، باسم يعني تكون مهامها في كل سنه يعني وينخرط فيها كل الشباب حتى تكون تقلل من حده هذه الاخطار الطبيعيه والكوارث الطبيعيه يعني، وتكون مجنده ولها وسائل يعني وسائل يعني لحد من هذه الاخطار الطبيعيه. وهنا نتجنب يعني نتجنب كوارث طبيعيه، ما حدث في بجايه وما حدث في تيزي وزو وما حدث في بجيجر وما حدث في سكيكلا وما حدث في بعض الولايات في ليله الاثنين الى الثلاثاء. واحنا نتابع باهتمام يعني في هذا الظرف اللي راه تمر به الجزائر. يعني شاهدنا انه وزاره الداخليه اصدرت بيان يعني صباح اليوم، يعني نامل انه يتكرر حتى يكون الـ يعني الشعب الجزائري يعني في الصورة ماذا يحدث في الجزائر، ماذا حصيلة هذه الكوارث الطبيعية. ربما لا يهم الشعب الجزائري اليوم أن يكون في صورة ما يحدث بقدر ما يهمه أن تضيق مساحة التهام هذه النيران للمساحات الخضراء ولتهديد حياة المواطنين. سيد غول، ما الذي يمنع السلطات الجزائرية من أن تستعين بمن يساعدها على إخماد هذه الحرائق من دول الجوار أو حتى من أصدقائها في الجوار الأوروبي، طالما أن المعدات التي عملت وسعيت على أن تحصل عليها ليست حاضرة الآن؟ دائما على قضية الاستشراف في كيفية التعامل مع الكثير من القضايا ثم اتخاذ القرار السياسي الصائب وإيجاد الإمكانيات من أجل معالجة هذه المشاكل. ربما كي نتحدث عن الحرائق نتحدث دائما على الكثير، مثلا نتائج البكالوريا، قفة رمضان، غلاء المعيشة، غلاء كبش العيد، كل ما الدخول الاجتماعي كل ما تجي موسم تتكرر نفس التجارب. وهذا الحديث هذه الأحاديث تاع الحرائق تحدثنا عليها السنة الماضية والسنة اللي قبلها، ولكن الكارثة الكبيرة أنه هذه السلطات تتعامل كما قلت قبيل مع قضية مع الواقع، قال صارت حريقة نور طفي، اما باه تتعامل معها بقضيه امكانيات وروح جيب الطيارات، واذا ما كانش الامكانيات السيدي تاع الطيارات باش يشروهم كاين الدول الجوار يقدروا يكروهم ويديروا معاهم اتفاقيات. الحمد لله الخزينه كاينه والدراهم راهي كاينه، هذه الدراهم اللي راهي تبذر هنا وهناك، هذا تمثال الامير عبد القادر والله، هذه تاع تضامن المنحة التضامن يشروا بها طيارة على الأقل تصد ألسنة اللعب. ولكن الشيء المؤسف جدا في هذه القضية اليوم هو هذا رانا دولة إقليمية ورانا دولة كذا ورانا دولة كذا، رئيس الجمهورية كان في الصين وكان في تركيا وكان في قطر وكان في روسيا، على الأقل كانت تكون هناك صفقة من أجل اقتناء طائرة أو طائرتين من أجل التصدي لهب النيران ومن أجل باش نحافظ على الأرواح. نقولوا استشهاد 10 عسكريين وإصابة 25 آخرين، هذه راهي كارثة كبيرة، معناها راهي الأزمة كاينة، معناها الحرائق ممكن ما يشقى في تعود في بجاية والله، في لأن الحرارة المرتفعة
وتزايد سرعة الرياح اللي رانا نشوفوها منذ أكثر من شهر في الكثير من الولايات، حتى الولايات الجنوبية ليست بعيدة عن قضية الحريق وليست في منأى عن المشاكل، لأن الأشجار هذه مش قال الأشجار المتواجدة في تيزي وزو ولا في الغابات، والله راهي متواجدة في كل مكان. احنا نتخيلوا لو كان صارت كارثة دركا في المناطق الغربية جهة الشلف ولا جهة عين دفلة والجهة تاع تيارت أو في الجنوب في ورقلة وهذه الواحات الكبيرة، واش نديروا؟ الجيش حقيقة الجيش والمواطنين راهم بالمرصاد وراهم في الميدان، وحتى احنا قادرين نطوعوا ونروحوا نطفوا هذا اللهب تاع النيران، ولكن الكارثه الكبيره ان القضيه تتكرر ثاني السنه الماضيه والدير المغاربيه حصه ولا القنوات ونعودوا نتحطوا على نفس الموضوع وفي نفس القضيه. ما ولكن لما يتكرر ذلك؟ لما يتكرر ذلك سيد غول؟ لما يتكرر ذلك؟ نحن في كل سنه نرى انه السبب يجري يعني ربطه بعوامل طبيعيه وينتهي الامر عند احصاء النتائج التي جرت بكل كارثيتها بكل سلبيتها، لا توجد جهة تتهم، لا توجد جهة تحاسب، ويتكرر المشهد حتى يصبح طابعا من طوابع الحياة اليومية للجزائريين خلال كل صيف. لما يجري ذلك؟ كما قيل في المثل قال لك إذا عرف السبب بطل العجب. السياسة التي تقوم بها الحكومة في كثير في التعامل مع الكثير من القطاعات سياسة ترقيعية، سياسة ذاتية، معناها في وليدة اللحظة. قال صرا مشكلة نوض تعامل معاه، وينها اللي مثلا قال وزارة فلاحة ممثلة في المديرية العامة للغابات، ولكن الكارثة كارثة كبيرة. من المفروض أن هناك استراتيجية، وربما رانا نشوفوا احنا يرى عندنا تاع المخاطر الكبرى وعندنا المصالح اللي راهي تقدر تدير التقديرات وتقدر تتعامل فيها اسمه، ولكن احنا الكارثة الكبيرة أن ما عندنا سياسة للتعامل مع الكوارث الكبرى. مش قضية حرائق ياسر أمور لو كان نتحدثوا عليها دائما تعيدنا إلى الوراء. أي حاجة تصرى راهي السنة اللي فاتت اللي صرات والسنة اللي قبلها، ولكن من المفروض أنه تكون سياسة وطنية للتعامل مع الكثير من المشاكل، إحصاء المشاكل، إحصاء المناطق، ونبقى دائما في نتائج ونبقى دائما في سياسات إلى الخلف، رغم أن للجزائر أو للسلطات رؤيتها في أن تتقدم وأن تتطور وأن تصبح عضوا في محافل اقتصادية دولية. سيد منصري، الجزائر وضعت نحو مليار ونصف مليار دولار في بنك التنمية الخاص بمجموعة البريكس الاقتصادية، تريد بذلك حجز مكانها هناك، لكنها اليوم ونحن نشاهد خلال الأيام الماضية تعجز عن أن توفر بصفقات آنية حالية ما ينقذ أبناء الوطن في الداخل من الموت المحقق القريب منهم في الغابات وعلى الجهات الشمالية. كيف يمكننا أن نفسر ذلك؟ يعني أنا لم أجد تفسير، يعني أنه تضخ أموال يعني هنا وهناك ولا تضخ أموال من أجل إنقاذ الجزائريين، يعني هذه نقطة استفهام ونقطة تعجب كبيرة، لأنه الأقل لهذه الموارد المالية موضوعة يعني للجزائريين وليس تمد شمالا ويمينا. انا ارى انه يعني الاولى بالجزائر والاولى بالكوارث هذه التي تحصد الارواح وتحصد الثروات يعني وتحصد ممتلكات المواطنين. يعني المواطنين اليوم في يعني تقريبا ثلاث ولايات ولا اربع ولايات يعني هم في رعب كبير، يعني حر الجو، وضف الى ذلك حر النيران المتلهفه. يعني انا لاحظت بعد قبل ان اكون معكم لاحظت يعني فيديو متداول انه السماء حمراء، يعني لدرجه انه ولات السماء كارثه. يعني السلطه هذه التي لا يعني تضع يعني من الاولويات تاعها المواطن الجزائري وتهتم بالشان الخارجي، هذه يعني مصيبه كبيره. يعني ما عندهاش تفسير، يعني لا اجد لها تفسير، وانه ولا متاكد انه الجمهور الذي يشاهد والذي يلاحظ انه لا يجد لها تفسير. يعني ست ولايات ولا سبع ولايات تتهمها النيران
ولا تضخ فيها أموال من أجل حد من هذه الكوارث الطبيعية ومن أجل يعني الرعب الذي يحدث في الولايات هذه. وربما هذا ما يعزز الشعور في الداخل من أن الجزائريون يتركون لمواجهة مصائرهم لوحدهم في كل يعني في كل كارثة تترصدهم. يعني حين الغرق هم يغرقون لوحدهم كما حدث في أحداث باب الواد قبل سنوات، حين الزلزال يعني يتكبدون تلك الأضرار لوحدهم كما حدث في شلف في ثمانينات القرن الماضي، أيضا في الحرائق التي باتت يعني موعدا ينتظرونه كل صيف كما تنتظر الأحداث السارة في بلدان أخرى. لكن للأسف الجزائريون باتوا ينتظرون هذا الحدث المحزن في كل صيف. لكن فعليا هل الجزائر في الداخل عاجزة عن أن تؤطر أو تجند كل ما لديها من عتاد خاص بالمروحيات وخاص بالمياه وخاص بكل القوات في كل الجهات في الجيش في الحماية المدنية في مصالح الغابات من أجل أن تسيطر على هذه الغابات وهي الآن تقول أنها في 7 ولايات؟ أنا متأكد من أنه ومقتنع أنه الجزائر لها إمكانيات ما يمكنها حتى يعني تساعد دول الجوار يعني في حالة ما إذا أصابتها مصيبة من هذه الكوارث الطبيعية. أنا متأكد ومتيقن أنه الدول الجزائرية لها إمكانيات ما يمكنها من السيطرة على كل الكوارث الطبيعية. لها من الإمكانيات، لها من الأموال، لها من يعني القدرة البشرية، لها من كل كامل الإمكانيات. يعني أنا جد متعجب ويعني مستغرب لأنه كل الإمكانيات المتوفرة للجزائر ولم تضع استراتيجية ولا خطة من أجل صد الكوارث الطبيعية التي أصابت الجزائر. أن لا نقول يعني في السنوات الماضية، نحن نتحدث عن سنوات سنتين أو سنة أو في هذا الصيف الذي نمر به نحن في هذا الصيف التي حدثت حرائق هائلة بهذا الكم. يعني أنا نتحدث عن عدة هكتارات، عدة هكتارات من الثروات الطبيعية أهدرت، فيها 15 يعني روح مواطن جزائري، فيها 14 جنود من الجيش الوطني الشعبي، يعني وهم في كل مرة يأخذون نصيب من هذا الكوارث الطبيعية. ضف إلى ذلك رجال الحماية المدنية يعني بإمكانيات بسيطة يعني ما يقدروش حتى يعني يطفوا نار يعني تكون في منطقة صغيرة، فما بالك في غابة وفي جبال مرتفعة الارتفاع تاعها يتجاوز 600 متر، يتجاوز حتى 800 متر، يعني يلقى إمكانيات أن على السلطة على أن تسخر إمكانيات تكون بحجم هذا النيران وبحجم هذا الكوارث الطبيعية، لأنه بالوسائل الحالية لا يمكن إخماد نار يعني تجتاح 7 ولايات. يعني حتى القدره البشريه ما يمكنش تكون في المستوى وتعطي حاجه اضافه ولا حاجه ايجابيه، من المستحيل. سيد غول، كيف يمكننا أن نفسر يعني طالما رجال الحماية المدنية هم في كل سنة أمام أو في عملهم طبيعة عملهم هم دائما أمام هذه الكوارث، امتدت رقعتها أو ضاقت هم دائما أمام هذا الخطر طالما أنه بات يتكرر كل سنة، هل يعني نجد أي تفسير لما يجري القبول بأن لا تكون لهم آليات حديثة، لا يكون لهم تجهيزات تمكنهم من التوغل في مثل هذه الحرائق وهم في النهاية من يدفعون مع المواطنين فاتورة أن لا تكون لهم التجهيزات الكافية للدخول في هذه الحرائق فيكونون من بين ضحاياها؟
بالمناسبة أنا أحيي رجال الحماية المدنية المتواجدون في كل المآسي وفي كل الكوارث وفي كل وقت وفي كل حين. رجال الحماية المدنية نراهم في الليل في النهار في الأعياد في المواسم في العطل في المناسبات في غير المناسبات، هم الذين يعالجون الكثير من المشاكل وفي الصفوف الأولى ويدفعون الأرواح يدفعون الغالي والنفس. ولكن الزميلة المحترمة، القضية مش قضية إمكانيات أو قضية ميزانية، القضية قضية استراتيجية. إذا كان كل يعطوهم الحرية، يعطوهم ميزانية ويعطوهم الحرية في كيفية التعامل، هذه حاجة مليحة. أما إذا كما كنت نقول قضية قضية سياسة، معناها يتم المعالجة مع الأمر عندما يحدث، هذه دائما تبقى المشكلة مطروحة إلى يوم الدين. خاصة وأن الجزائر إمكانيات، قبل قلنا كنت تعبري مع الضيف تاعك على قضية البنك تاع البريكس هذا تاع مليار ونصف مليون دولار، هذه معليش كي نعودوا شركاء في بنك دولي أو نعودوا أعضاء في منظمات دولية، هذه ترفع من السمعة تاع الدولة. لكن هذه القيمة المالية الكبرى سيد حفناوي يقول هي من أجل أن تحفظ الجزائر مكانتها هناك إن نالتها، وهي قيمة غير مستردة. معليش راني جايك في الفكرة ما كملتهاش برك. احنا معليش كي تعود الجزائر عضو في منظمات، والله تعود الجزائر محورية في التعامل مع الكثير من القضايا والوساطات، ولكن الكارثة الكبيرة الدار احنا عندنا خالية والناس صير فيها المكر المشاكل اليومية، ونروحوا احنا يا نقول لك راني عضو في البريكس والله في البركوكس والله مانيش عارف شنو، هذه كارثة كبيرة. احنا يجب اولا ان نعالج قضايانا الداخلية وان نضع استراتيجية في كيفية التعامل مع الكثير من المشاكل، خاصة القضايا نتاع المخاطر اللي راها تهددنا في كل وقت وفي كل حين. عندما تكون هناك استراتيجية في التعامل مع هذا، معليش كي نعودوا في البريكس والله ندوا دراهم. لكن اذا لم يجري الاستفادة، لما ينعكس الانضمام إلى مثل هذه المنتديات الكبرى على واقع الجزائريين، ما الفائدة من ذلك؟ ما كانش فايدة عليها، لأنه هذا المشاكل احنا يرانا دائما نعيشوها. إذا ما كانت عندنا شراكة قوية مع بعض الدول، عندما مثلا راكي طرحتي واحد السؤال مهم جدا على قضية لماذا الجزائر لا تستعين، هذه راه كارثة كبيرة. من المفروض أننا قام مجرد أنه كاين حريق، عندنا الدول الشقيقة والصديقة اللي عندهم طيارات، وحنا ما هذه الكبرية وهذه عزة النفس بين قوسين هذه تجلب لنا قال المشاكل الدولة الإقليمية. هل برأيك يتعلق الأمر فقط بهذا السبب، سبب الكبرياء وعزة النفس، أم هي لا مبالاة في أن يعني نخرج من هذه الكارثة بأقل التكاليف؟ نعم، قضية المبالاة مطروحة في التعامل المسؤولين مع الكثير من القضايا، وهذه الكارثة الكبيرة. لأنني أرى في ذلك أن المسؤول ماهوش هذا كما يقولوا المسؤول المناسب، مش في المكان المناسب. هذه قضية ولاءات ولاءات وقضية ترقيات وقضية منح المناصب إلى الأحباب وإلى الجهة وإلى الأصدقاء، وتوزير فلان وهذا مدير فلاني وهذا مدير عام وهذا مدير كذا وهذا مدير كذا، ولكن أن هذا الناس هذول ما يقدموا حتى حاجة. من المفروض أنه تكون تحاسب هذا المدير العام تاع الأمن الوطني أو المدير العام تاع الحماية المدنية مثلا، نشوفوا حنايا قضية واش قدمت هذه الحماية المدنية. إذا كان فيه مردود في التعامل مع الكوارث الطبيعية، يا مبارك راه مدير عام. وإذا كان ما كانش حنا شفنا هذه المديرية العامة تاع الغابات في كل سنة ما شفناش أقل مثلا مدير ولائي والله عون والله كذا. علاه؟ لأنه هذون هم السبب الرئيسي في توسع ألسنة اللهيب وفي عدم التقييم المخاطر. لان لو كان كاين حاجه تاع تقييم المخاطر، ان الالسنه النيران تمتد متر وتمتد زوج متر ومن بعد تتوسع. هاد الناس هذول ما عندهم استراتيجيه وما عندهمش اراده في التعامل. هذه اللامبالاه هذه رانا نشوفوا فيها والتغنان تشوفوها من المسؤول الصغير حتى الى المسؤول الكبير في الدوله، وهذه ما تخدم لا الدوله ما تخدم الشعب ما تخدم السمعه تاع الجزائر سواء في الداخل ولا في الخارج. اذا كنا حريق ما قدرناش نطفوه، ورانا نقولوا رانا دولة إقليمية ورانا نتعاملوا مع الخارج ونعودوا في منظمة دولية، أنا أرى فيها هذه محاولة لذر الرماد. والناس راه فايقتنا، هذه الدول راه فايقتنا وراهم يضحكوا علينا وعارفيننا باللي حتى حية ما كاين والو. شتينا نديروا مليار في الصندوق البريكس ولا نديروا 20 مليار؟ علاه؟ لأنه ما عندنا الدراهم. ربما لا يضير أن تكون الدول الأخرى تهزأ من هذا الواقع، ما يؤلم أكثر أن تكون السلطات أن يكون المسؤولون في الداخل غير مبالين بواقع الجزائر، غير مبالين بمثل هذه الأضرار التي تمسهم، طالما أن في النهاية لا تمسهم هم بأنفسهم. لا مبالاة تتجسد في أنه لم يجري عقاب أي مسؤول، لم يجري
إقالة أي مسؤول، ربما تجري الإقالات في قطاعات أخرى من أجل إظهار أن هناك متابعة للقضايا، كما لاحظنا في الإقالة التي تمت لوزير التجارة رغم أن الأمر لم يتعلق بإرهاق أو إزهاق ضحايا. أما هذا الملف الذي تكرر أكثر من سنة، 3 سنوات متتالية، لم نشهد أي إقالة، لم نشهد أي عقاب. هل هناك يعني أي تفسير لهذا الأمر؟ هل هناك فعلا لامبالاة من السلطات؟ إذا كانت هذه اللامبالاة، لما تسعى السلطات اليوم؟ لما يسعى هرم السلطة اليوم لأن يروج لنفسه لولاية ثانية، وهو الذي شهدت ولايته أكبر عدد من الحرائق وإزهاق لأرواح الجزائريين فيها؟ سيد حفناوي، يمكن أن نعم، هذا هو المحور الذي يمكن أن نتحدث عليه. إذا كان واحد عاجز مش قادر مثلا باش يحل قضية ولا يحل مشكلة، يخلي بلاصته الواحد آخر. احنا نبدأها من المسؤول الصغير حتى المسؤول الكبير، ولكن عندما نرى اللامبالاة السائدة في كل إداراتنا وفي كل مؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية، هذه راهي كارثة كبيرة. هذه في التعامل مع حريق أو التعامل مع مشكل صغير، أو حتى كما قلتي وزير التجارة في التعامل مع قضية الحليب، ما وجدنا لهاش لحد اليوم، ما وجدنا لها مشكل. هذه راها كارثة كبيرة. هذا تقييم المخاطر وتقدير المشاكل وكيفية معالجتها يجب أن تمر عبر مؤسسات رسمية، وإذا ما همش قادرين يعطوا الجيش السيدي، يعطوا له كامل الصلاحيات وهو اللي يقود العملية، لأن الجيش مؤسسة صارمة وفيها أمر طبق، هو اللي قادر ولو كان يعطوا الجيش حتى المواطن يقدر يخرج معه ويطفي، لأنه يرى في الجيش مؤسسة رسمية ومؤسسة مازال عندها طابع شعبي ومازال علاقتها ربما المؤسسة الوحيدة في الجمهورية الجزائرية التي لها علاقة طيبة مع الشعب ويحترمها الشعب هي مؤسسة الجيش، لأنها ولا ننكر أيضا مؤسسة الأخرى، مؤسسة الحماية المدنية. سيد قول مؤسسة الحماية المدنية، ولكن كما كنت نقول لك الحماية المدنية نعطوهم الرقم ربما نقطة 10 على 10، ولكن الحماية المدنية وش ديرها ويد واحدة ما تصفر، لأن مؤسسة الجيش مؤسسة مستقلة والحماية المدنية تابعة لوزارة الداخلية وتابعة المشاكل وقضية وزير وقضية مدير عام وقضية مدير فوق. لكن في النهاية إذا كانت لها من المقدرات ما يمكنها من أن تحمي أرواح الجزائريين، ليس لدينا أدنى شك في أنها ستفعل ذلك. نعلمكم مشاهدينا الكرام أن خطوطنا الهاتفية مفتوحة لمشاركتكم إيانا هذا النقاش والحديث عن هذه الكارثة التي تلم بالجزائريين إثر هذه الحرائق. سيد منصري، برأيك سياسة اللا عقاب إلى أي حد زادت في تفاقم هذه الأزمة وتكررها في كل عام؟ لا عقاب، من يعاقب من؟ المشكلة أنه من يعاقب من؟ يعني هناك على السلطة، يعني في هرم السلطة، أنه تقوم بتسخير وتجنيد وتوفير كل الوسائل من أجل التحكم في أو الحد من المخاطر. يعني وضع أجهزة، وضع ما يعني استراتيجية طويلة الأمد حتى يتم الكف يعني من هذه المخاطر الطبيعية. هنا يعني وانا كما تكلمت في السابق، انه هناك للجزائر امكانيات ماديه بشريه، يعني كل لها امكانيات ضخمه ما تؤهلها الى الكف والحد من هذه المخاطر. يعني السلطه هنا عاجزه عن توفير هذه الوسائل، وكل سنه يقع ما يقع يعني من كوارث طبيعيه. يعني هنا علامه استفهام كبيره على السلطه انها يعني تاخذ زمام الامور وتضع حل لهذه المشكله التي كل عام ترهق يعني الولايات التي تكون فيها غابات كثيفة، وكل عام نفس المشكل ونفس يعني نفس الضريبة تتلقاها هذه الولايات التي تشهد في كل سنة، وفي كل سنة في نفس الولايات تشهد حرائق ومن هذا النوع. ابقى معنا سيد منصري. مشاهدينا، نتوقف وإياكم عند هذه الصور التي تجسد معناها سكان الولايات التي اندلعت فيها الحرائق، نتابع معا.
السلطات في بن هارون غرب البويره شمال غرب البويره النيران وصلت الى البيوت، نرجو من السلطات تدخل العاجل بالوسائل اللازمه. شمال غرب البويره وفوق طريق السيار سوف تصل لو بقت بهذا النسق. اللهم لطفك، اللهم لطفك. دخول العاجل ان شاء الله من السلطات في بن هارون غرب البويره شمال غرب البويره النيران وصلت الى البيوت، نرجو من السلطات تدخل العاجل بالوسائل اللازمه. شمال غرب البويره وفوق طريق السيار سوف تصل لو بقت بهذا النسق. اللهم لطفك، اللهم لطفك. دخول العاجل. سيد رئيس الجمهوريه تشوف ديالها الحكسوم النار، الناس تحرقها، نطلب التدخل العاجل، ارسال طائرات مساعدات. شوف النار يلحقوا الديار تاع الناس ومازالت في زيامالها في لي باتيمو يلحقت. إذن ينضم إلينا الآن السيد عمر من بومرداس. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. شعبة العامر في بومرداس عرفت حرائق والتهام ألسنة اللهب للغابات هناك، كيف يبدو الوضع الآن في بومرداس؟ أهلا بك، تفضل. الاخت والله العظيم مشاكل تاع الحريق هذا والله راه كل عام يتكرر وما يلقاولوش حل. يعني الناس مساكن راهم في يعني مشكلة تاع الحريق والله ما فهمناش اذا لا متعمد ولا يعني بفعل فاعل ولا يعني من الحرارة يعني. لكن فهمتني. نفهمك سيد عامر، نفهمك. هل هناك مساعي من سكان المنطقة من أجل إخماد الحرائق في ظل عجز الجهات والسلطات الحماية المدنية والجيش عن إخمادها؟ يعني سكان هربوا مساكن، واش يقدروا إذا خدموا السكان؟ سكان الماء ما كاش، باش يشرب ما كاش، باش يقبلوا الحرائق. طيب الهروب من الأماكن التي فيها حرائق إلى أماكن أخرى، هل يعني يضمنون أن لا تكون هناك اندلاع للحرائق في المناطق التي يفرون إليها؟ المهم يهربوا الفاميليا تاعهم، كل واحد وين يهرب. طيب كيف هو الوضع حاليا؟ هل الحرائق في استمرار أم جرى التحكم نسبيا فيها؟ كان وين بلايص عم يتحكموا فيها وكان وين بلايص ما قدروش. كل ما نتمناه هو السلامة لأهالينا في بومرداس وفي كل الولايات التي تمس هذه الحرائق. شكرا جزيلا لك سيد عامر، كنت معنا من ولاية بومرداس في الشمال الجزائري. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نتابع هذه المشاهد لسكان يحاولون إطفاء الحرائق بنقل المياه من إلى أماكن الاشتعال. هذا ولادي شعل بخامل، تصل حالة شعل بخامل. هذا ولادي شعل بخامل. نعود إليك سيد منصري من تيارة، كما شاهدنا في هذا الفيديو لسكان يحاولون إطفاء وإخماد النيران بما تيسر لهم من مجهودات، بما تيسر لهم أيضا من مياه. وقد كان السيد عامر من بومرداس يشكو من انقطاع المياه في الولاية منذ أيام، وهذا ما تشهده ولايات عديدة، وأيضا بات واحدا من المميزات لصيف الجزائريين أن يكون هناك انقطاع المياه بدل ما أن يكون هناك زيادة في توريد المياه خلال الأسبوع. إلى أي حد هذا الأمر فاقم أيضا الوضع وأزمه؟ المواطن يعني ما عندوش حيلة أخرى، يعني المواطن يحاول أن يطفئ النار بوسائل يعني بسيطة جدا، يعني والنيران يعني بألف الكيلومترات، يعني ما يعني هو يحاول انه حتى لا تصله الكارثه، وحتى الممتلكات يعني الممتلكات تاعو يعني ما تلحقهاش النيران. لهذا هو يحاول حتى له يعني
يعني ممكن أشجار، ممكن حيوانات حتى يحافظ عليها ما تلحقلهاش النيران. هو يحاول بكامل الوسائل المتاحة له أنه يساهم في إطفاء لو جزء من النيران هذه بوسائل بسيطة وغير ممكن. يعني يحاول يعني وهو يعني هو يائس في نفسه، يائس يعني يشاهد النيران تلتحق للممتلكات تاعو وتنهش في الممتلكات تاعو. يعني وضع كارثي بكل المقاييس. يعني ما كاش حيلة أخرى أنه يستنجد بها المواطن. يعني كما قلنا في السابق أنه على السلطة أن تتم تسخر يعني وتضع خطط طويلة الأمد من أجل التحكم في هذا الكوارث الطبيعية. يعني بدون هذا لا يمكن ولا يمكن، وسيبقى المشكل نفسه يراوح مكانه. وفي كل سنة نحصد حصيلة بشرية، حصيلة غابية، حصيلة حيوانية، ممتلكات مواطنين. يعني والكارثة الأكبر أنها يعني ليست في ولاية أو في ولايتين، بل هي في عدة ولايات. يعني والكارثة راح تكون أكبر إن لم يتم التحكم فيها ويتم وضع استراتيجية للحد من هذه المخاطر التي تصيب في كل سنة هذه المناطق، وفي كل سنة تكرر في نفس المناطق. يعني الأقل نحن دروك حنايا كجزائريين على بالنا باللي في كل صائفة النيران راح خنش راح يعني تصيب خنشلة، سكيكدا، جيجل، بويرة، تيزي وزو، بجاية، ممكن جزء كل المناطق التي تمتد عليها ساحات من الغابات الجزائرية. وهذا ما يفقد يعني هو خسارة للبيئة في الجزائر، فضلا عن خسارات البشرية. سيد حفناوي غولة يعود إلينا من جديد. كان يتحدث ضيفنا عامر من بومرداس عن تواصل عمليات إخماد الحرائق، وأن السكان عاجزون عن المشاركة في هذا العمل لأن المياه منقطعة في المنطقة. برأيك يعني مثل هذه العوامل كلها المجتمعة، أن تكون درجة حرارة مرتفعة، أن تكون هناك غياب لآلية لاستراتيجية من أجل التحصيل من هذه الحرائق، زد على ذلك أن لا تكون هناك مياه متوفرة، إلى أي حد هذا يعمق ويصعب عملية الطاقم المكلف بهذه إخماد الحرائق، وأيضا يجعل المتطوعين في عجز تام عن المشاركة في هذا العمل؟ المتواجدون في أماكن الحريق ربما عاجزون في التعامل مع هذه الكارثة الكبرى، سواء من أفراد الجيش أو الحماية المدنية أو حتى مصالح الغابات، بالإضافة إلى المواطنين اللي حابين يروحوا يطفوا ولا يشاركوا في العملية تاع إطفاء الحريق. ولكن كما ذكرت قبيل، لو أن فيه ربما تنسيق ما بين المصالح، لكن عندما نتحدث عن المال، الحمد لله في بجاية وفي بعض الولايات وحتى قريب البحر قريب من البويرة، وهذه المياه كذلك مياه متواجدة، مياه كبيرة، الصهاريج ربما لو كانت تكون مثلا العملية منظمة وهناك تنسيق ما بين كامل المصالح كانت تكون ربما بأخف الأضرار. ولكن غياب التنسيق وغياب استراتيجية حول الموضوع ومعالجة مشكل الحرائق هو اللي جعل الناس أولا تخاف، وثانيا ربما إذا كان رايح يطفي في الحريق راه مشروع ضحية، لأنه الإمكانيات غير متوفرة، وحتى ما كانش تنسيق وما كانش خالية نتاع أزمة في عين المكان اللي تقدر تتوجه المواطنين المتطوعين وتوجه حتى الناس. ربما شفنا في السنة الماضية هذوك الناس اللي كانوا من خانشلة ومن الباقي من مناطق كبيرة اللي راحوا بشاحناتهم وراحوا ربما بصدور عارية، حب الوطن هو الذي يحدوهم. طيب هذه الهبات الاجتماعية، الهبة الشعبية اللي من أجل إطفاء مثل هذه الحرائق ومن أجل التضامن والتكافل مع الجزائريين بعضهم بعض، هل يدخل فيها عمل الجمعيات؟ هل هناك جمعيات معينة تحشد لمثل هذه العمليات الإنسانية؟
والله انا نفضل تكون المبادرات فرديه وما تكونش الجمعيات، لان اذا تحدثنا على الجمعيات هذا راه مشكل اكثر من الحرائق. ما قامت به الجمعيات بين قوسين من حرائق لميزانيه الدوله ولمشاكل المواطنين يفوق ما حرق في ما نقصده سيد غول هو العمل التطوعي في اطار تنظيم العمل التطوعي. حينما تكون هناك جمعيه يكون تنظيم اكثر وبالتالي يعطي نتائج ايجابيه وفعاله. ماهوش تنظيم اكثر، احنا عندما نحصي الجمعيات هذه كاين 24 و 25 جمعيه على مستوى الوطن، ما يتقدم في الخدمه كما يقدمها المواطن. قضيه العمل التطوعي هذول المواطنين حبوا يروحوا يطفوا الحريق وكفى، اما قضيه الجمعيه وكذا كذا ما كانش تنسيق. ربما حتى لو كان دوكا نروحوا لولايه بجايه ونطلبوا من مدير التنظيم تاع الولايه او مدير الغابات قال اعطينا الجمعيات الجواريه التي لها علاقه مع نفس الموضوع ونفس النشاط، ما عندوش. هذه الاحصائيات كما كنا نقولوا تعود الى ما يؤكد عليه الرئيس بقضيه الرقمنه اللي راه قال حلف قال لازم تكون بربي ولا بلا ربي كما راهم يقولوا. بصح انا نقولها ما كاين لا ما كانش هذا الوضع والله ما تمشي حاجه. ما دام رانا في قضيه التغنانت والله ما تمشي حاجه، وكل واحد راه مسؤول في المكيف والسياره تاع الدوله ودراهم خالصه ومصروفه خالص، وطفات والله ما طفاتش، حرقت والله ما حرقتش، الله لا يردها، لان جورني تاعو طالع وما كانش اللي حاسبه وما كانش عمليه التقييم وما كانش ما شفناش. كما نرجع لك دائما الحديث السابق، ما شفناش واحد تعاقب، ما شفناش واحد على الاقل قال له راك انت يا كنت سبب في هذه الكارثه، ولحد اليوم لم نرى التحقيقات. وراها التحقيقات في الالسنه اللاهب الماضيه، وراها التنوير الراي العام للمواطنين باللي هذ الناس اللي قبضوهم العام اللي فات والاول العام الاول، والله الناس قضيه جمال بن اسماعيل، وراها التحقيق وراها واعطونا النتائج التحقيق، اعطونا نوروا الراي العام فيما ما يجرى، ورونا السنه اللاهب، وراها الجمعيات كاينه، الناس راها مستعده في كل ولايه. انا نحكي لك من الجلفه ولا من وهران ولا من الصيف ولا من البيض، الناس مستعده باش ترفد الباكاج تاعها وتروح تطفي الحرائق، لان المواطنين هذون يحدوهم حب الوطن. اما حكايه اذا كان تنسيق مع الدوله وتنسيق مع السلطات المحليه، هذه شوفوها قف المناسبات، وهذا النشاط المناسباتي ما يخدم حتى حاجه. واذا ما كانش استراتيجيه دائمه وما كانش امور تاع استشعار نتاع حرائق وكوارث طبيعيه، ما رايحين نخدموا حتى حاجه ونبقى نتراوح في الاماكن نتاعنا. وهو ما نتراوح فيه بالفعل منذ سنتين او منذ 3 سنوات في هذه الحرائق. ينضم الينا الان من الجزائر العاصمه السيد خالد، اهلا وسهلا بك سيد خالد. كيف تتابعون احراق اخبار الحرائق في 7 ولايات في الداخل الجزائري؟ احتسب الذين وفتهم المنية في هذه الحرائق شهداء الله. وأتذكر هنا يوم خرج أعوان الحماية المدنية يطالبون بحقوقهم، قمعوهم وفصلوا منهم مجموعات كثيرة. هذا لا يحدث إلا في الديكتاتوريات. عامل الحماية المدنية المفروض يكون مشرف، يكون عنده نضيف إلى أن المناطق الجبلية لا يمكن إطفاء الحرائق فيها بالوسائل التقليدية، حتى الوسائل التقليدية التي تملكها الحماية المدنية يمكن أن تتحرك الشاحنة والسريج إلى أماكن معينة، ولكن تتوقف. هذه مناطق جبلية وعرة المسالك، إذا اشتعلت النار تنتقل من جهة إلى أخرى، هذه تطفى بالطائرات المخصصة لها. وللأسف نحن نتفكر الحدث في وقته وبعد ما يمر ننسى. أين منذ سنتين تكلمنا على الطائرات لإطفاء الحرائق، كذلك الناس الآن أنا نسمع يبحثوا عن مياه الشرب في هذه المناطق، وكاين مناطق تم إجلاء من السكان إلى مناطق أخرى لست أدري آمنة أو غير آمنة. أعوان الحماية المدنية من بينهم ضحايا، ولكن أنا نشوف القناة الدولية الجزائرية بدت بالانتخابات الإسبانية، وهات شانزلاز يوصل للحكم ولا لا. مشكلة
إسبانيا ما هيش المغرب، مشكلتنا هنا في الجزائر. الشعب الجزائري خرج يريد الحرية والكرامة، والشعب الجزائري متعاون متكاتف متضامن. 60 سنة وانتم تفرقوا فيه، جمعتوا لحظة تاريخية وحدته من تمرس العاصمة ومن الطارف إلى تلمسان وتندوب. كل الشعب يعرف القمع لا يبني دول. سيد خالد، ما تتحدث عنه سيد خالد من حديث أو تناول القناة الدولية لنتائج الانتخابات الإسبانية، هل تقصد بذلك تجاهل الإعلام المحلي لما يحدث من كارثة في الداخل الجزائري؟ آخر خبر كان الحرائق وكان الضحايا، المفروض في ضحايا تمرست يكون هداد وطني، فيها هؤلاء الضحايا يكون هداد وطني، وتشعر القنوات الإعلام الجزائري يشعر المواطن بمسؤوليته تجاه إخوانه في كل منطقة. للأسف هذا الإعلام أصبح يتنافس على الشيتا، الإعلام الرسمي شيت والإعلام الخاص يتنافس من الإعلام الرسمي على الشيتا وعلى من يقدم أكثر، لأن هذه القنوات تأخذ أموال من الخزينة العمومية وهي أموال الإشهار. هذا هو الإعلام الذي يختم الجزائر، فضلا عن أن هذه القنوات أيضا تتمول من الضرائب التي يدفعها الجزائريون، ومن حق الجزائريين أن تعرض القضايا التي تهمهم والتي تمسهم وهي الآن تمس حياتهم. شكرا جزيلا لك سيد خالد، كنت معنا من الجزائر على هذه المداخلة. معنا الآن سيد مراد من فرنسا، كيف تقيمك، كيف ترى وتتابع هذه الأحداث المؤلمة في الجزائر المتعلقة بالحرائق وهي التي تسجل حتى الآن 15 ضحية والكثير من الجرحى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي ملاحظة نقولها أول شيء. تفضل. هم أنهم يتكلموا دائما عن ديمقراطية الشاروكية، أين البرلمان الآن؟ أين مجلس الأمة الآن؟ دائما يتكلموا عن ديمقراطية الشاروكية، هل نحن في بلد ديمقراطي؟ هذا هو السؤال الواحد الذي أطرحه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فعلا سؤال مهم جدا، ونحن نلاحظ أن حتى الأحزاب السياسية لم تخرج ببيان من أجل الترحم على أرواح أولئك الذين قضوا في هذه الحرائق، ولا أن تندد أو تشجب أو أنها تدعو حتى إلى عمل تضامني موسع. كل الذي خرجت به السلطات الآن هو بيان من الرئاسة تتحصر فيه. ربما ليس دور السلطات العليا أن تتحصر في مثل هذه الأوقات، حينما تكون الأوقات شديدة عصيبة يجب أن تبادر، يجب لا تبادر، أن واجبها أنها تحد من هذه الكوارث، أن تقوم بواجبها لمنع أن يكون هناك المزيد من الضحايا على مستوى هذه الحرائق التي لم تخمد بعد، وأن تتولى مسؤولياتها بمحاسبة من تسبب في أن لا تكون هناك إحاطة بالنتائج أو أن يكون الإخماد على النحو الجيد. النقطة التي ناقشها أيضا السيد خالد من الجزائر هو حينما قمع أعوان الحماية المدنية، ربما نحن تحدث عن أن لماذا لم يطالبوا بأن تكون لهم آليات عمل أحسن، وهم الذين يعرفون خير المعرفة ما يترصدهم من مخاطر ويعرفون كيف أنهم يقفون عاجزين أمام التجهيزات البسيطة. لكن حينما خرجوا وطالبوا بذلك جرى قمع مطالبهم من أجل أن لا تكون هناك أو من أجل الحفاظ على صورة نظام، لكن في النهاية تبييض صورة هذا النظام سرعان ما تنزل وتهبط، وسرعان ما تسود بدخان مثل هذه الحرائق. أعود إليك سيد منصري، برأيك ما الذي يمكن أن تقوم به هذه الديمقراطية التشاركية التي يتغنى بها النظام في مثل هذه المناسبات، وما هو واجبها نحو ذلك؟ واجبها نحو ذلك كما قلنا في السابق أنها تأخذ مسؤولية بجد يعني وتضع الجزائري من أولوياتها، ويعني في من أولويات يعني المسؤول الجزائري أنه يكون الجزائري
الجزائري هو من أولويات من أولوياته، ومشاكل الجزائري تكون من أولويات السلطة. وما نلاحظه هو العكس، وكما تفضل الأخ الديمقراطية التشاركية هي أنه حتى الأحزاب وال البرلمان ولا أي يعني جهة تشريعية أو هيئة تنفيذية لم نلاحظ بيان يعني تراحما على الأرواح. سنعود إليك سيد منصري، سنعود إليك سيد منصري. سيد غول، غياب أصوات الجهات السياسية في البلاد، الأحزاب، المنظمات، هذا الصمت وأيضا الابتعاد عن الحادث كأنما هو لا يختص إلا بمن قدر عليهم أن يكونوا قريبين من هذه الحرائق، كيف يمكننا أن نفسره؟ ما الذي ينبغي عليهم أن يقومون به من أجل مساعدة أولئك الذين يواجهون مصائرهم لوحدهم؟ سيد غول، يبدو أن سيد غول الحفناوي لا يسمعنا. نعم سيد غول الحفناوي، إن كنت تسمعنا. أنا معك. ربما أن قضية الحرائق وقضية الأحزاب السياسية هي قضية شبيهة في الموضوع. السلطة دجنت الأحزاب السياسية والجمعيات ودخلتها للصف، ونحن لم نرى ولا أي بيان في أي قضية. ربما هناك 2 أو 3 تشكيلات سياسية تحظى بالاحترام، ربما تحفظ ماء الوجه مع مناضليها، أما باقي التشكيلات السياسية فهي هذه الجهات التي تحفظ ماء الوجه حتى الآن لم نسمع لها صدى فيما يجري اليوم بالجزائر ومنذ أيام. نعم نعم، كما كان الضيف تاعك قبل يتحدث عن كارثة تمرس، نعم الكارثة الكبيرة وهي الفاجعة الأليمة التي ألمت بالمواطنين وتركت ضحايا كبيرة. هذه قضية إرهاب الطرقات وكيفية معالجة هذه اليوميات الكارثية في حصد أرواح كبيرة. احنا الجزائر راها في معدل الدول ربما ثاني دولة في العالم من حيث عدد حوادث المرور، من حيث عدد الوفيات. هي نفسها قضية الحرائق، وهي نفسها قضية الحرقة، وهي نفسها قضية الصحة، وهي نفسها قضية البطالة، وهي نفسها قضية الإجرام وقضية المخدرات وقضية الحبوب وقضية البكالوريا. هذه المعالجة يجب أن تتم في إطار مؤسساتي وفي إطار مؤسسات استشرافية يعنى لها أولا يتم إحصاء المشاكل، وثانيا تخرج بنتائج وتكون مؤسسات مستقلة عندها ميزانية. كما كان يقول قبل الضيف نتاعك كاين مناطق وعرة لا يمكن أن يصعد إليها المواطن أو حتى أفراد الجيش، ولا يمكن أن نعالجها بمثلا الأمور التقليدية. كاين وسائل متطورة والحمد لله، عندنا الطائرات، عندنا الأموال، قادرين نشروا الطائرات، ولكن احنا نشروا به الصمت تاع الأحزاب ونشروا به السلم الاجتماعي باش المواطن ما يهدرش والدولة. ربما سيد غول، ربما يمكننا أن نبرر لهذه الأحزاب حينما تصمت عما يمكن أن يكون مزعجا للسلطات في مواقف معينة، لكن ما الذي سيضيرها إن تحدثت أو طلعت ببيان يتحدث عن هذه الكارثة الإنسانية؟ ما الذي يمكنها أن تخشاه من النظام؟ ربما تدخل في باب المسؤوليات، يقول لها راكي تروجي الحرائق وراكي تروجي للضحايا وراكم ترفعوا بالنسبة نتاع الحرائق وراكي كذا، ويدخلوا في سين وجيم وهم في غناء عنه، لأنه كما إذا كان نقولوا على الإعلام، نتحدث عن الإعلام أو عن المجتمع المدني أو عن الأحزاب أو عن الصحافة، كلها تسبح في بحمد السلطة وتدور في فلكها وتنتظر دائما الأوامر لكي تتحرك. وهذه مشكلة كبيرة احنا عندنا في قضية، احنا ما شفناش حتى هذه الجمعيات السياسيه او الاحزاب او حتى النخبه ما عندهاش موقف من القضايا نتاع المواطن، وما خرجتش اليوم بمشكل بحل اشكاليه او اقتراح، على الاقل ما اقترحتش حاجه لحل المشكل. وهذه قضيه راهي عمت، واذا عمت كما يقولوا في المثل تاعنا اذا عمت خفت، لان كل الامور هذه تم تدجينها وتم تدفيه العمل الجمعوي العمل السياسي. اذا كان واحد مجتمع مدني حاب يهضر ولا يعبر على رايه يقول له راه كاين منابر تاع المجتمع المدني، اذا حب واحد شاب ينشط في حاجه ولا يقدم مبادره يقول له كاين مساله على الشباب، اذا هضر واحد في القنوات مثلا في المغاربيه ولا في قناه واحده اخرى يقول له راك تهول في الموضوع وراك تخلق في مشكل وراك تثير في الفتنه. وربما لم يكن الامر ليوصف بذلك ان جرى تناوله من قبل الاعلام. سيد منصري، سؤالي الاخير اليك، كيف يمكنك ان تفسر صمت الاعلام في الداخل عن تناول هذا الحدث
الأليم، الحدث البارز المهيمن على الفئة، يعني على الأوساط الجزائريين في الداخل، كيف يمكنه أن يغيب، أن يكون عنوانا أولا في النشرات الإخبارية في الجزائر؟ الإعلام الجزائري بصفة خاصة أنه يعني هو من إنتاج السلطة، وهو نتاج السلطة، وهو ذرع من أذرع السلطة، يعني وهو يعني يقوم بتحسين صورة السلطة وتمجيد السلطة وخلق يعني خلق حتى خلق يعني ترويج وخلق وترويج للسلطة أنها يعني كما فعل في السابق مع بوتفليقة يفعل الآن يعني نفس الطريقة ونفس الأسلوب ونفس التغيير، يعني تغيير الحقائق وتوهيم الشعب الجزائري أنه هناك وهناك وهناك، يعني يبقى الإعلام نفسه لم يتغير شيء. في يوم نتحدث عن تغيير الإعلام من إعلام سلطة إلى إعلام شعب، هناك يعني يكون استقلالية الإعلام ويخدم الرأي العام بكل. كنا نتمناه أن يستقل حتى إنسانيا بتناول مثل هذه الأخبار التي لا يمكنها أن تحد من سقفه أو أن تعرضه لأي انتقادات طالما أنها تتعلق بأهالينا بالشعب الجزائري. شكرا جزيلا لك سيد أحمد منصري الناشط والنقابي، كنت معنا من مدينة تيارة. الشكر موصول لك سيد حفناوي غول الناشط الحقوقي، كنت معنا من الجلفاء. الشكر لمن تدخلوا معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لكم جميعا. عزاؤنا لأهالينا في الداخل الجزائري ممن قضوا جراء هذه الحرائق، عزاؤنا لأهاليهم، عزاؤنا أيضا وتمنياتنا بالشفاء العاجل لمن أصيبوا، ودعائنا بالسلامة والأمن لمن يواجهون هذه الحرائق. قلوبنا معكم جميعا، عفاكم الله وسلمتم من مثل هذه الحرائق، وسلمتم أيضا من هذا التغاضي السلبي الموجع من يجب أن يكونوا إلى جانبكم في مثل هذه الأيام والحالات الحرجة. شكرا لكم مشاهدين على متابعتكم إيانا في هذه التغطية المستمرة لتغطية الحرائق في الجزائر. شكرا لكم، إلى اللقاء.